مر الإمام الحسين عليه السلام بالعديد من المحن، ولكنه لم يضعف أمام تلك النكبات المذهلة التي أخذت تتواكب عليه، وكان يزداد إيمانا، وكان يزداد انطلاقا وبشرا كلما ازداد الموقف بلاء ومحنة. فإنه عليه السلام بعدما فقد أصحابه وأهل بيته زحف عليه الجيش بأسره، فحمل عليهم وحده، وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم، فكانوا ينهزمون أمامه كالشاه إذا شد عليها الذئب. وبقي عليه السلام وحيدا صامدا كالجبل، يتلقى الطعنات من كل جانب، ولم يوهن له ركن، وإنما مضى في أمره استبسالا واستخفافا بالمنية. تأبط شرا ثم خيرا توسما، أبعد اضطرام النار تستقطر السماء، وأكثر ما يضنيك في الخلق أنهم على جهلهم كل تراهم معلما. حذار احتجاج المرء بالعقل، إنه إذا لم يحز قلبا سليما تواما، فلا هو من يبكي على صدق أحمد، ولا هو أخفى في المصاب تبسما. وهل فطرة الإنسان إلا بدمعة يدين بها باك على الظلم مجرما؟ لئن كنت أبكي بعد مقتله فقد بكاه رسول الله في الدهر قبل ما، وإن كنت أروي ما جرى دونه فكم عن اللوح جبريل روى ما تقدما. بذلك ألقى الله إن حشر الورى، وبان لهم إذ ذاك ما كان مبهما. وقد رفعت رأس الحسين ملائك، وأوداجه كالمزن مما تصرما، وأرخت على جثمانه الكف فاطم تداوي جراحات وتنزع أسهما. وجاء رسول الله لله شاكيا، ويا تعس قوم فيهم الخصم حكما. فشتان إن جاءوا هناك وموقف به غادروا للصبط صدرا مهشما. غدات عليه في الطفوف تألبت جيوش العدا والوحش والحر والظما، فلم أرى حيا أثكل الميت قبله ولا بعده شيخا بولد تيتما. غريب يجيل الطرف ما بين صرع حكى بثهم للرعب في الكهف نوما. تناظره خلف الخميسين نسوة بخمس علت رأسا وخمس غشت فما، فمن جلت الغبراء إلا ورأسه على أسمر والريح تسفو كليهما. فلا خلت الأزمان من نائح له، ولا انفكت الدنيا لذلك مأتما. محيا تهادته الملوك وأبرقت حرائره كتبا إلى من تختما. تشج ثناياه بعود وطالما عليها هوى ثغر النبي ليلثما، وتفري حناياه الخيول وإنما فرت لرسول الله لحما وأعظما، فرت لرسول الله لحما وأعظما. أرحب فيكم السادة المشاهدين مرة جديدة معي ببرنامج علمتني كربلاء، ودائما نتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام بأبيه وأمه يروح له الفداء بهذا البرنامج. وكل يوم لدينا قيمة، وكل يوم لدينا موضوع، وهذه المواضيع هي مرتبطة بكربلاء، لأن كربلاء جاءت للإنسانية وجاءت أيضا للإسلام. اليوم نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضيفنا العزيز اللي حرص اليوم أن يتواجد معنا بهذا البرنامج الأستاذ مبارك النجادة، النائب السابق بمجلس الأمة. شرفنا اليوم بالبرنامج، فحياك الله معنا، وبداية نعزيك بمصاب أبي عبد الله الحسين. أولا شاكر لكم على هذه الاستضافة، وأيضا أنا أبادل لكم التعزية، ونعزي جميع الأحرار في العالم وجميع المسلمين بهذه الذكرى الأليمة، والتي هي ملؤها عبر ودروس
ويجب أن نطبق في هذه الذكرى شعار أو اسم البرنامج الذي هو علمتني كربلاء. يجب أن نستخلص من هذه المناسبة العبر والدروس كي تنعكس على مسيرتنا في الحياة. نعم، يعني ببداية البرنامج ذكرت بأن حلقة اليوم ستتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينما نربط هذه القيمة بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بأبيه وأمي، يعني خرج الإمام الحسين وقد قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح بأمة جدي، أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. السؤال يطرح نفسه يعني أستاذ مبارك، ما علاقة ثورة الإمام الحسين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مفردة أو مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزئية في مشهد عام، في مجموعة من المفاهيم والنظرة العامة لقضية الإنسان في هذا الوجود. فعلشان نفهم ما هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولماذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنيط بالإمام الحسين سلام الله عليه، يجب أن نفهم ما هي قضية الإنسان في هذا الوجود. نعم. وحتى لا أتشعب، خليني أركز على شيء واحد ما جاء في سورة الفاتحة. نعم. قضية الإنسان في هذه الدنيا قضيته هي الهداية، البحث عن الهداية. وما أجمل وصف القرآن في سورة الفاتحة عندما يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية مرتبطة في طريق، والهداية لها معنيين كما يعني هو بديهي ومعروف. الهداية تارة تكون بإراءة الطريق، بمعنى أنا إذا بغيت شخص يهديني أن يصف لي كيفية الوصول من النقطة هذه إلى النقطة هذه. نعم. وهناك نوع آخر من الهداية الذي هي الإيصال المطلوب، بمعنى أن هذا الشخص يمسك بإيدي ويوصلني من نقطة ألف إلى النقطة باء. الآن قضية الإنسان، قضية الإنسانية هي الهداية والسير نحو الله عز وجل. نعم. كما جاء في سورة الفاتحة. طيب، الشيء الذي يجب الالتفات له في موضوع الهداية أن الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم يستخدم المضاف والمضاف إليه يشرح هذا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فواضح أن هذا الصراط وهذا الطريق وهذه الجادة مرتبطة بمجموعة من البشر، الله عز وجل وصفهم بأنه من الذين أنعم الله عليهم. طيب، إذا رحنا نبحث عن هذه المجموعة من البشر من هي، نجدهم في آية أخرى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. إذا فهمنا أن قضية الإنسان هي الهداية، وأنه السير في طريق مستقيم يوصل إلى الله عز وجل، وأن هذا الصراط المستقيم هو مرتبط بمجموعة من البشر الذين هم الأنبياء والرسل والصديقين وإلى آخره، إذا نسأل ضمن هذه المجموعة ما هو موقع الحسين بن علي؟ إذا عرفنا أن رسول الله قبل أن نصل إمام الحسين عليه السلام، إذا عرفنا أن رسول الله هو على قمة هذه المجموعة من البشر الذين أنعم الله عليهم، والذين من مهامهم هداية وإرشاد الناس، وإذا فهمنا أن رسول الله الذي هو على رأس هذه المجموعة التي تهدي البشرية يقول عن نفسه: أنا أو حسين مني وأنا من حسين. نعم. فإذا كل ما هو منوط برسول الله من دور هو أيضا يعني ورثه الإمام الحسين. فدور الإمام الحسين هو هداية الناس عبر الصراط المستقيم، لأنه هو من هذه المجموعة التي تهدي البشرية، بل هو على رأس هذه المجموعة التي تهدي البشرية. إذا فهمنا هذه القضية بوضوح نفهم ماذا تعني كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قيادة الناس وقيادة البشرية جمعاء للوصول إلى الله عز وجل. وطالما نحن نتحدث عن طريق، فإذا في كل طريق هناك قطاع طريق. نعم. وهناك أطراف تحرف مسيرة البشرية. وظيفة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أولا أن يرشد إلى الجادة، ثانيا أن يمنع الضلال داخل هذه الجادة، وهذا ما قام فيه الإمام الحسين عليه السلام كي يحقق للبشرية أمران: أولا الوصول إلى الله عز وجل وهي السعادة والكمال المطلق، ثانيا منع الضلال، منع الضلال بشتى أشكاله بشتى أنواعه. ولذلك إحيائنا لقضية كربلاء ومن خلالها الارتباط بالإمام الحسين هو في الواقع ارتباط بالمجموعة التي وصفها الله عز وجل
بأنه أنعم الله عليهم والتي شخصها الله بأنها هي المنوطة بأن توصل للناس عبر الصراط المستقيم. هذه الفكرة بشكل عام. نعم. يعني أيضا عندما أتحدث يعني عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هناك الكثير من الحديث التي مرتبطة بهذا الجانب، لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني أود أن أتحدث عن حال الأمة في هذه يعني هذه الفترة تحديدا، وارتباطها بمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هي لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، على رغم أن في وقتنا الحالي هناك الكثير من يتولى أو من يدعي أنه يتولى هذه المهمة في ظل مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل التطور التكنولوجي المتواجد. يعني احنا خلينا ننطلق من الحديث الشريف الذي ذكرته، لا تزال أمتي بخير، يعني احنا ضالتنا شنو؟ أن نكون بخير. السؤال بشكل بديهي وبدون التعمق في التحليل، هل نحن كأمة إسلامية الآن بخير؟ نعم. نظرة سريعة على واقعنا لا تدل أننا بخير. أولا مرتبتنا بين الأمم، هل نحن في المقدمة؟ هل نحن من يقود الحضارة؟ هل نحن من يقود الصلاح والخير للبشرية؟ أم نحن في آخر السلم؟ هذا أولا. رقم اثنين، هل نحن محصنين من الفتن؟ هل نحن في حالة وقاية من الفتن؟ أم نحن نعيش في قلب الفتن وفي قلب الأذى والتناحر؟ بالتأكيد الجواب هو بالسلب، نحن لسنا بخير. رسول الله شخص، يعني ربط خروجنا من دائرة الخير بتركنا الأمر معروف والنهي عن المنكر. وبالتالي أحيانا حالتنا هي مؤشر، حالتنا بعدنا عن الخيرية إنجاز التعبير هي مؤشر بحد ذاته أن احنا تركنا الأمر معروف والنهي عن المنكر. طبعا ما هو الأمر معروف والنهي عن المنكر الذي نتحدث عنه؟ هذا مجال قد نأتي له لاحقا، مجال متشعب، لكن نعم نقر، يجب أن نقر ونعترف بأننا ابتعدنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الدقيق والصحيح وكما يريده رسول الله وكما يريده الإسلام. حتى في ظل يعني من يدعي بأنه يقوم بهذه المهمة وبأنه يتولى هذا الجانب، وفي ظل التطور التكنولوجي والوسائل الاجتماعية المتاحة في الوقت الحالي، هناك من يدعي بأنه يقوم بهذا الجانب. الله عز وجل وصف أناس كثيرين بأنهم هم يعني يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعني في كثير من الآيات أن شخص يعتقد أنه يفعل الخير بينما هو عمله هو في صميم الخطأ وفي صميم الانحراف. وهذه النماذج موجودة الحين دار مدارنا. الآن ما يحصل من قتل من قبل خلنا نفرض القاعدة أو داعش أو التكفيرين عبر التاريخ، يعني من خرجوا على سبيل المثال على إمام زمانهم المفترض الطاعة الذي أقره كل المسلمين قاطبة بأنه هو الإمام الشرعي والخليفة الشرعي علي بن أبي طالب عليه السلام، عندما خرجوا عليه الخوارج، وهؤلاء كان تضرب فيهم الأمثال في العبادة وفي الصلاة، بل كما يوصفون بأن الإنسان يستصغر نفسه أمام مقدار عبادتهم. هؤلاء الناس رأوا بحسب فهمهم الغلط للدين بأن الأمر معروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بقتل علي بن أبي طالب، وهذا ما فعلوا، قتلوه في ليلة القدر وفي حال السجود متلبس بالصلاة. فإذا هذا النموذج موجود بكثرة، طبعا له أسبابه، وهناك نماذج كثيرة. النموذج المتطرف هو الخوارج، لكن أيضا دون الخوارج هي أيضا هناك نماذج كثيرة، بعضها بحسن نية، بعضها عن جهل، بعضها لأسباب متعددة، ولكن كلهم ضمن دائرة أنهم يرون أنهم يحسنون صنعا بينما هو فعلهم خلاف ذلك. المسألة ترجع إلى المكون الفكري لكل طرف هو والمكون العقائدي لكل طرف. وإذا كان هناك من بد من تصحيح وأمر معروف ونهي عن المنكر لهذه الدائرة ولهذه النماذج، فالبداية أو نقطة الانطلاق تكون من تصحيح ما يدور في أذهانهم من عقائد ومن أفكار مغلوطة. هؤلاء الأمر معروف ونهي عن المنكر له شكل معين في التعاطي معهم، لأن أساسا قد يكون البعض منهم، لا أقول الكل، بعضهم ربما عملاء، بعضهم مدسوسين، ولكن هناك صحيح مجموعة هم يريدون الحق ولكن أخطأوا الطريق إلى الحق. والإمام عليه السلام الله يقول ليس من أراد الحق عفوا من أراد الباطل فأصابه كمن أراد الحق فأخطأه. فالخلاصة نعم إحنا عندنا نماذج ما أكثرها في عالمنا الإسلامي
تدعي وترفع شعارات جميلة للإصلاح وللأمر معروف والنهي عن المنكر، بينما هي في واقع الحال هي تمارس أبشع أنواع المنكر وأبشع أنواع النهي عن المعروف. نعم، يعني هذه هي البداية وخير بداية يعني الكلام اللي ذكرته، ولكن هناك أيضا الكثير من المفاهيم المرتبطة بهذه القيمتين، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لدينا العديد من الفقرات كذلك. نقف قليلا لفقراتنا ومن ثم نعود نواصل معكم بقية الحلقة. حصل قلبي بدرب أموت من بعد ويروح اشتغل بي على الطول سفر طفت عيني بصور دعيت الله ليرد ترد روحي إذا قالوا هلج كلهم يردوا على جروحي إش ما تلو إن كلهم يمروا راحوا مني وظلت ذكرى ودمع وسط البيت البواج مفارق عيوني ومن حالي ولا مليت اليتيم الضيع عهله تجي الوادم تذله وانا الرب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما أختلف مع إنسان لا يعني أن هذا الإنسان هو عدو، يجب أن نفرق بين العدو وبين المخالف. ليس كل من يختلف معي، ليس كل من يخالفني هو عدو. العدو هو من يتآمر على الدين، من يتآمر على الإسلام، من يحارب الإسلام. أما من يخالفني فهذا ليس عدو دائما، لذلك لا تطبق عليه آيات التي تتحدث عن حالة العداوة ولا الروايات التي تتحدث عن حالة العداوة. يأتي أن لهذا المخالف أيضا حقوق، من يختلف معي له حقوق، له حقوق في التعامل الحسن معه، له حقوق في أن أستمع له، له حقوق في أن أوصل له وجهة النظر، له حقوق في أن أتحاور معه، له حق بأن لا أعتدي عليه وعلى حقه وعلى حريته وعلى غيره من الأمور. في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره من الكتب ينقلون الحوار الذي جرى بين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعبد الله بن الزبير، وهما شخصان مختلفان مع بعض، يعني لم يكونا متفقين، كان هناك في اختلاف نتيجة أمور ماضية. قال عبد الله ابن الزبير لحسين بن علي: أين تذهب؟ عندما كان في مكة ويريد الخروج من مكة. إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك، يقصد أهل الكوفة. فقال له حسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي، يعني مكة والكعبة تستحل بسيد الشهداء. إذن سيد الشهداء يقبل، ودائما كان يناقش مجموعة أشخاص يختلفون معه في حركته إلى كربلاء، وهو قبل واستمع من هؤلاء. زهير بن القين مثال آخر، زهير بن القين كان يصر على الابتعاد عن سيد الشهداء، لكن سيد الشهداء أصر على أن يريه الحق، أن يسمعه الحق، ولم يلزم سيد الشهداء أحدا بنصرته، بل أجاز للناس أن يذهبوا عندما اشتدت عليه المأساة.
مقابل هذا التفكير الإسلامي هناك فكر تكفيري قائم على القتل على الهوية، القتل على المذهب، القتل على الاختلاف. هو يقتل أي شخص يختلف معه حتى لو كان ينتمي إلى نفس فكره ونفس مذهبه ونفس انتمائه، لكن اختلف معه اختلاف بسيط، مباشرة يقتل، يكفر، يستبيح دم، يستبيح عرض، يستبيح مال، ويقتل هذا الشخص، فيصبح هذا الفكر خلاف الفكر الإسلامي قائم على التكفير وقائم على رفض أي اختلاف وعلى رفض أي شخص آخر غيره. نعود مرة أخرى السادة المشاهدين من بعد هذه الفقرات في برنامج علمتني كربلاء، واليوم عنوان حلقتنا يعني جاء من أقوال الإمام الحسين عليه السلام: بأبي هو وأمي روحي له الفداء، من أحبك نهاك ومن أبغضك أغرك. وضيفنا العزيز الأستاذ مبارك النجادة نائب سابق بمجلس الأمة، وكنا نتحدث عن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بدأت يعني البداية كانت يعني منشأ الفكرة وهذه البداية الفكرية اللي وضحتها للسادة المشاهدين حول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أود الآن أن نتطرق إلى هذه القيمة، يعني نركز عليها. نعم. ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني الشروط التي يذكرها الفقهاء هي ثلاث شروط رئيسية. الشرط الأول
هو أن تعرف الأمر، أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر. يعني أنت تعلم بأن هذه القضية التي تتحدث فيها معروف. أو التي تتحرك فيها هي معروف أو أنت تتصدى إلى المنكر. هذا الشرط رقم واحد. اثنين، أن تحتمل التأثير. عندما تكون أنت يائس تماما من احتمالية التأثير في الطرف المقابل أو في الحالة الفلانية، هل يظل عليك واجب أن تأمر معروفة عن المنكر؟ طبعا هذا تشخيص يرجع إلى الشخص، ولكن إذا الإنسان غسل إيده مثل ما يقولون مرت عليه نماذج، هذه لا ينفع فيها ولا يؤثر فيها، فيسقط عنك هنا الأمر معروف عن المنكر، وهذا تشخيصه يجب أن يتحلى بشيء من الدقة، يعني علشان لا يكون ذريعة على الشخص يتهرب من هذه الوظيفة الشرعية. النقطة الثالثة، أن تأمن الضرر، وهذه نقطة جدا مهمة. أحيانا تأمن الضرر بأي معنى؟ الضرر قد يحمل أشكال عدة، ولكن أحيانا أحد أشكاله أن أمري للمعروف والنهي عن المنكر بهذه الكيفية، بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب، قد يترتب عليه ضرر أكثر من المنكر نفسه القائم. فبالتالي هذه النقاط الثلاث يجب أن تكون واضحة. طيب مشكلتنا إحنا شنو لما نطبق وظيفة الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ كثير من الأحيان وخصوصا عندما يتصدى لهذا الأمر من ليسوا أهل، نعم، يقعون في إشكال في أحد هذه الثلاث. إما هو يأمر بمعروف هو لا يعلم حدود هذا المعروف، غابت عنه حقيقة المعرفة. بالضبط، غابت عنه حقيقة المعرفة. أو ينهى عن منكر بينما هذا ليس بمنكر، نعم، هذا هو فهم الخاص لبساه، يعني هو فهم شيء وأراد أن يفرض فهم الخاص على الآخرين ظنا منه أنه ينهى عن المنكر. نعم. والنماذج كثيرة الحين، ولكن بدون الدخول بالتفاصيل، كمثلا على سبيل المثال الفروقات بين المذاهب الإسلامية بشكل عام. نعم. سواء المذاهب في مدرسة أهل البيت أو المذاهب في مدرسة السنة، بين أنت كما تعلم هناك مذاهب أربعة، وأيضا هناك في المذهب الشيعي هناك يعني آراء مختلفة. طيب أنا هل الإسلام واسع؟ هل أضيق هذا الدين وهذا الإسلام على مقاس فهمي الشخصي أنا، ثم أنطلق وأعاقب الناس وأؤذي الناس تحت ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإذا الإشكالية في هذه النقاط ثلاث، إما هناك عدم فهم لها، نعم، عدم إدراك، أو هناك سوء تطبيق لها، وهذا أيضا يأتي هنا دور العلماء والمفكرين بتوضح. والنخبة بأن توضح هذا الأمر وأن تتصدى للموجة العارمة من الجهلة ومن المراهقين الفكريين وممن يقرؤون ثلاث كتب ثم يصبحون مراجع وفقهاء ويعني أوصياء على هذه الأمة وفكرها. فهناك دور يجب أن تتصدى له فئة، وللأمانة ما نقدر نقول أن هذه الظاهرة قليلة، ظاهرة المتفيقهين على قولتهم أو أنصاف المفكرين والمثقفين، حتى لا يجوز إطلاق أنصاف، يعني هم يمكن أعشار أو أقل حتى من الأعشار، نعم، زين، ولكن الآن تراهم وخصوصا مع يعني اتساع حالة التواصل بين الناس من خلال الفضائيات، من خلال التلفزيون، من خلال عفوا وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، أصبحت هذه يعني تصل إلى حدود الكارثة. فيجب أن نفهم هذه النقاط الثلاث ثم نطبقها بالشكل الصحيح. تمام. يعني أستاذ مبارك، أيضا البعض يعني يتحدث عن هذا الجانب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك في المقابل نصيحة. ما الفرق بين يعني هاتين القيمتين، ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة؟ يعني هل هما سيان يعني؟ يعني أنا كما أفهم الحين على أساس لا أنا بعد يعني أتكلم في شيء قد أنظر فيه وأنا لا أعرف، لكن كما أفهم أنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسؤولية تجاه النفس وتجاه المجتمع للمحافظة على جو صحي تنمو فيه النفوس والحالة العامة للبشر بشكل مزدهر، بشكل يسمح بنمو الفكر بشكل صحيح، بنمو الحياة على كافة الصعد بشكل صحيح. هذا هي فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينما النصيحة، النصيحة يعني ما يقابلها خلينا نقول في المصطلحات هي الموعظة. نعم. والنصيحة والموعظة شيء لإحياء النفوس، وهي ترتبط بتحفيز الإنسان باتجاه الحركة، باتجاه الخير بشتى أنواعه. فهذا هو الفرق الذي أفهمه، وكلاهما مطلوب. يعني
الأمر معروف والنهي عن المنكر كفريضة وكواجب شرعي، إذا أنت لم تقوم فيه فأنت مقصر ومأثوم، هذا مطلوب. وأيضا التحفيز باتجاه الخير بشتى أنواعه هم هو أيضا مطلوب. بالمناسبة هذا ما يقوم فيه منبر الإمام حسين عليه السلام. منبر الإمام حسين الناس تتساءل لماذا هو مرتبط في الجانب العاطفي، لماذا هناك تركيز على الجانب العاطفي؟ لأن الجانب العاطفي مرتبط في الجانب الموعظة، فضلا عن أن القضية هي مأساوية وهي مؤلمة بشتى الأبعاد ولها معاني عندما يدركها الإنسان لا يملك إلا أنه يتأثر عاطفيا، مع ذلك تستهدف قضية الإمام الحسين عليه السلام جانب النصيحة والموعظة وتحفيز الذات باتجاه الحركة باتجاه الخير بشتى أنواعه. يعني هذه حلقة اليوم التي نتحدث عنها بهذه القيمة، واضح يعني أستاذ مبارك أن ما شاء الله يعني التحضير اللي محضرة والمعلومات اللي موجودة، وثورة الإمام حسين دائما تكون غنية بهذه القيمة. لا شك. وإحنا أيضا عندنا العديد من الفقرات كذلك للسادة المشاهدين، نقف قليلا لهذه الفقرات ومن ثم نعود لنتواصل وياكم من جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العلي العظيم. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الوجود، أودع فيه نظاما دقيقا، ووجود هذا النظام لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد رفع يده عن الوجود. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيمان الإنسان المؤمن بهذه الحقيقة تدفعه دائما إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستمداد التوفيق منه والتوكل عليه في كل شؤونه. استحضار هذه الحقيقة تجعل من الإنسان المؤمن مرتبطا متعلقا بقلبه بجوارحه بأفكاره بالله سبحانه وتعالى، لا يعتمد فقط على مسألة التخطيط الذاتي، لا يعتمد فقط على قدراته، وإنما هو يعلم بأن كل نجاح يمكن أن يحققه يعتمد على إرادة الله، مشيئة الله، توفيق الله، وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام في الحجاز قبل أن يخرج إلى العراق ذكر في جانب من وصيته هذه النقطة عندما استشهد بمضمون هذه الآية الشريفة: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. استشهد بهذا بمعنى أنني فكرت، خططت، عملت، اتخذت الإجراءات، ولكن كل هذه الأمور تعتمد على الإرادة الإلهية، على المشيئة الإلهية، فأنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأرجع إليه في كل أموري طلبا للنجاح في هذه المسيرة التي قررت فيها الثورة على هذا الفساد وعلى هذا الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهم النظم الإسلامية في التشريع الإسلامي والتي تقر حقوق المرأة بتفصيلاتها العديدة،
وهذه التشريعات نستمدها من القرآن والعترة الطاهرة ومن أحاديث وروايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن المركز الإنساني للمرأة في ضوء القرآن الكريم عالج الكثير من الشبهات حول القيمة الإنسانية للمرأة التي جعلها الإسلام للمرأة. بعض الشبهات كانت تقول بأن الإسلام أهان المرأة وجعلها أقل قيمة من الرجل باعتباره إياها إنسانا ناقصا، وذلك أنه لم يجعلهما متشابهين في الحقوق والمهمات والمسؤولية. ولكن في الحقيقة الإسلام لم يعرض ذلك. مسألة رواية النقص في عقل المرأة هي رواية في الحقيقة ضعيفة السند، وهنالك الكثير من الشبهات حول هذه الرواية كما ذكرها الشهيد آية الله مرتضى مطهري. أيضا هنالك الكثير من الشبهات تدور حول هذه الرواية وغيرها من الروايات وعدد الروايات التي ذكرت نقص المرأة ونقص عقلها. وجهة النظر الإسلامية بشأن مركز المرأة الإنساني هو من زاوية الخلقة والتكوين التي لا تقل أهمية عن الرجل، حيث أن المرأة ليست موجودة ناقصا في الإسلام، هذا لا يعتبره الإسلام، وهي ليست سبب الغواية وكل شر، بل إنها لم تخلق من ضلع آدم. كل هذه الأمور هي شبهات رد عليها الكثير من فقهائنا وعلمائنا، وسوف نتطرق إليها بالتفصيل في حلقات قادمة إن شاء الله. ولكن هنالك هدف من هذه الاختلافات التكوينية التي أقرها الله سبحانه وتعالى في خلقه. أيضا هنالك فلسفة ترجع إليها هذه الخلافات، التي ترجع إلى أن لديهما وضع غير متشابه. هل يمكن أن تكون الأم هي الرجل والأب هو المرأة؟ كل لديه وظيفة وكل لديه موقعية في هذا المجتمع تقوم عليها هذه الموقعية. أيضا الإسلام أقر مساواة الحقوق المرأة في الحقوق، ولكنه يرفض تشابههما. لا يمكن أن يجعلهما متشابهين، فهما ليسا متشابهين في الحقوق. هنالك مساواة، ولكن المساواة لا تعني التشابه والتطابق التام. الإسلام شرع الواجبات مراعيا قدراتهما سواء الرجل أو المرأة، الجسمية والعاطفية والنفسية. يقول الشهيد مرتضى المطهري: إذا أرادت المرأة أن تحصل على حقوق متشابهة للرجل وسعادة تطابق سعادته، فعلينا أن نلغي التشابه بين المرأة، وإنما علينا أن نضع أن هنالك حقوق تناسب المرأة وهنالك حقوق تناسب الرجل حسب الطبيعة التكوينية. في هذه الحالة ستتمتع المرأة بسعادة تعادل الرجل بل أكبر. هذا ما شرعه الإسلام. رجعنا السادة المشاهدين من بعد الفاصل، نستمر وياكم في برنامج علمتني كربلاء، ورحب بالسادة المشاهدين انضموا معنا من بعد الفاصل لمتابعة ما تبقى من الحلقة. أستاذ مبارك النجادة النائب السابق مجلس الأمة، تحدثنا في البداية عن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانطلقت منها بتعريفها كفكرة، وبعد ذلك يعني شروطها وكيف يتعامل المجتمع معها، وهل تحققت بثورة الإمام الحسين عليه السلام أم لم تتحقق، وقد تطرقت إلى هذا الجانب. لكن السؤال يعني المهم، يعني صالح وأنت كذلك عملت في مجلس الأمة وقريب من جمعيات النفع العام بالمجتمع، يعني وعرفت المجتمع الكويتي والخليجي كيف يعيش. إحنا بحاجة هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحديدا بالكويت. شوف، هو كثير من الأفكار هي على المستوى النظري جميلة وجذابة، لكن على مستوى التطبيق هي كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولذلك عندما أرفض قيام هيئة أمر بمعروف والنهي عن المنكر، أنا لا أرفض الأمر بمعروف والنهي عن المنكر كوظيفة شرعية، أنا أرفض التطبيق المغلوط لها. على سبيل المثال، أولا أنا أرفض مصادرة دور الدولة. أنا واحد من الناس أؤمن في الدولة، نعم، أؤمن في الحكومة، أؤمن بأن الناس يجب أن يقادون وتنظم حياتهم من خلال سلطة اسمها دولة شرعية، حكومة شرعية، تمام. لكن لما أنت تحت
مسمى جميل وتقول لي مثلا أنا هيئة أمر معروف نهي عن المنكر، وتختصر فهمك الخاص، فهمك الخاص للدين وفهمك الخاص لما يجب أن يكون عليه المجتمع، وتريد أن تفرض هذا بالقوة على المجتمع، هذا بلا شك مرفوض، مرفوض، ما هو صحيح. ولا يوجد أرضية لقيامة في دولة مثل دولة الكويت. الكويت منذ أن تأسست منذ ما يقارب 300 سنة لها طبيعة معينة في تطورها التاريخي وفي طبيعة أهلها وفي طبيعة تفكير أهلها. نعم. أولا بحمد الله رب العالمين الكويت أجواءها هي أجواء إسلامية، وأجواء إسلامية يعني محافظة ومنفتحة في نفس الوقت. نعم، معتدلة. معتدلة خلينا نقول. فبالتالي ما لا أقبله هو التطبيق الخاطئ لهذه الفكرة. وبالتالي أول شيء أنا أرفض مصادرة دولة الدولة تحت أي عنوان كان، تحت أي عنوان كان. أنت ما يصير تخدعني زين تحت ذريعة الأمر المعروف، تحت تخدعني تحت ذريعة، يعني هو الهدف أن يكون الهيمنة والسيطرة على المجتمع في تفكيره وفي نمط عيشه تحت مسمى اسم جميل واسم رائع. فمصادرة دور الدولة هذا مرفوض، وأيضا فرض الفهم الخاص مرفوض. نعم، إذا طبقنا هذه الفكرة بشكل صحيح بمعنى أنها راعت الاختلاف في وجهات النظر وفي المذاهب وما إلى ذلك، رقم اثنين أن تكون من تقوم في هذا الدولة وليس تيار يستحوذ على جهة ما في الدولة ومن خلال هذه الجهة أو هذه الهيئة الرسمية يريد أن يسيطر على المجتمع كله ويفرض، هذا مرفوض. على فكرة ترى هو ما أتكلم أنا من منطلق مذهبي، لا لا لا، حتى في المذاهب الثانية يعني في الكويت ما يقبلون الكلام، يعني هذا الشيء ليس له أرضية في الكويت ومرفوض جملة وتفصيلا لمن يفهم الكويتيين وطريقة تفكيرهم وطريقة تطورهم وحياتهم. فبالتالي أنا ما أرفضه لأنه ينطلق مثلا خلينا نفرض من مدرسة مذهبية أخرى، لا لا، حتى في تلك المدرسة مرفوض، لكن أنا مع حالة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وليس مع إدارة صغيرة في وزارة معينة زين تقوم في هذا الدور. لا لا، أنا أقول أن ليش إحنا نقلص ونقزم هذه المهمة ونخليها في هيئة صغيرة، لا لا، خلينا نخلي حالة أمر معروف والنهي عن المنكر في الكويت كلها حركة، حركة تصير. ما هو نوع الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ أبعاده كثيرة، طبعا هذا يحتاج كلام كثير. نعم. في الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي إلى آخره. ترى الأمر معروف والنهي عن المنكر مو فقط أنك أنت تقول حق واحد صل أو صوم، هذا جزء، ولكن الأمر معروف والنهي عن المنكر تلخص الآية الكريمة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، الماء الغدق كل أشكال الخير. فبالتالي نحن كمجتمع مطلوب منا أن نستقيم، لأن في نهاية هذه الاستقامة الخير العميم على المجتمع ككل. فبالتالي نخلق في أنفسنا وفي مجتمعنا حالة عامة من الرغبة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبالتي هي أحسن، وليس بالطريقة المتوحشة. نعم. وبالطريقة اللي قاعد نشوف نماذجها في وسائل الإعلام، لها أول ما لها تالي، ما لها علاقة في الدين ولا في سماحة الدين ولا في أخلاق الدين ولا في أخلاق رسول الله الذي هو جاء بهذه الرسالة عن الله عز وجل صلوات الله عليه وآله، والذي أيضا ضحى بدمه وبأسرته وبأصحابه الإمام الحسين من أجل الحفاظ على هذه القيم وعلى هذه الرسالة. نعم. فبالتالي الأمر المؤسف نحن نقزم، يعني مع الأسف من يتصدى للإصلاح بشكل عام خصوصا الإصلاح الديني، مع الأسف هناك فئتين، أما فئة فقهاء حقيقيين ولكن المجتمع معرض عنهم. نعم، بعيد عنهم. بعيد عنهم. نعم. أو مجموعة من الضحلين، يعني لديهم الكثير من الضحالة الذهنية والفكرية والفقهية، وهم لا يفهمون إلا ألف باء الدين، هذا إذا كانوا يفهمون فعلا ألف باء الدين، ويريدون بضحالتهم أن يقود المجتمع في كل شيء. نعم. حتى أختم معك يعني أستاذ مبارك النجادة، وإحنا برنامجنا ماذا علمتني كربلاء أو ماذا تعلمت من كربلاء، يعني جئنا اليوم نتحدث عن قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لك على المستوى الشخصي ماذا تعلم من كربلاء؟ والله شوف، خليني أنا أرجع يمكن في كم بيت أنا كتبتهم من زمان جدا،
كاتبهم لك يعني من زمان أحاول أتذكرهم للأمانة. أنت خيط النور في دنيا الظلام، أنت لولاك لما سرنا أمام، قبل أن أحبو وأن أعي الكلام أرضعتني أمي حبا للحسين. إن في اسم الحسين لضياء، كلما ذاب به القلب أضاء، واستنار الفكر وازداد العطاء، بل سرت في الناس روح للإباء، إنها من بعض أنوار الحسين. الارتباط العاطفي بالإمام الحسين ارتباط لقيمته. بعض الناس تستكثر على مثلا أتباع مدرسة أهل البيت هذه الدمعة التي يسكبونها على الإمام الحسين، هذا الارتباط العاطفي، هذه المسيرات إلى كربلاء على سبيل المثال. من لا يفهم قيمة الإمام الحسين يعني كمصلح إسلامي عظيم، كإمام من أئمة المسلمين، والدور الذي قام فيه في إحياء النفوس، والدور الذي قام فيه للتصدي للظلم وإلى آخره، وللبحث عن سبيل لعزة الإنسان، الإنسان كإنسان. نعم. يعني أنت عارف في الإمام حسين في طريقة اتبعوه حتى أناس من خارج الدائرة الإسلامية مو مسلمين، صحيح، ثم أسلم فيه كثير من المشركين المسيحيين، ثم أسلموا في الطريق، ثم بعد شهادة الإمام حسين من وقف على قصة الإمام حسين من المسلمين ومن خارج دائرة المسلمين تأثروا بشكل كبير. الإمام الحسين في طاقة نورانية، في طاقة عاطفية، الارتباط فيه تلقائيا، ما احنا قلنا في البداية الهداية إما إراءة الطريق أو إن الإيصال المطلوب، على طول هناك طريق مختصر في الإيصال المطلوب عن طريق الإمام الحسين، ولذلك قيل الحسين سفينة النجاة، وقيل أيضا كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جدي الحسين مثل ما قال الإمام الصادق أرحب وفي اللجج الغامرة جريها أسرع بما معنى الحديث. الخلاصة الإمام الحسين فكر لا شك، الإمام الحسين منهج حياة لا شك، ولكن أيضا الإمام الحسين هو نبض، هو إحساس، هو شعور. كلما تعمقت في الإمام الحسين كإنسان، كقيم، كأخلاقيات إنسانية مجردة لا تملك إلا أن تعشقه. من يقرأ قصته من البداية إلى النهاية لا يملك إلا أن يذوب في الإمام الحسين، لا يملك غير هذا، لأن الحسين يمثل يعني أعلى قمة إنسانية ممكن أن يصل إليه الإنسان. نعم. فأنا إذا كنت أبي أختصر ماذا علمتني أو ماذا علمني الإمام حسين، ماذا علمتني كربلاء، بصراحة كلمة واحدة، الأمل. الأمل مهما كانت الدنيا مظلمة، مهما كان الوضع لا يشي بالتفاؤل، هناك ضوء مشعل أوقد الإمام الحسين بالإمكان أن يقودك ويخرجك من هذه الحالة المظلمة إذا صرت خلفها باتجاه النور، باتجاه الضياء. ولذلك أختم فيما بدأت فيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحسين بن علي على رأس الذين أنعم الله عليهم، وعلى رأس من يستطيع أن يرينا الطريق، وعلى رأس من يستطيع أن يمسك بإيدنا وأن يوصلنا إلى المطلوب. كل الشكر والتقدير لك أستاذ مبارك النجادة عضو مجلس الأمة السابق، وهذه الكلمات يعني المؤثرة، وكذلك هذه الأبيات الشعرية اللي طرحتها في الأخير، وهذه هي مدرسة الإمام الحسين، دائما نستفيد منها ودائما نستلهم منها كل القيم وكل العبر. هذه حلقة اليوم ببرنامج علمتني كربلاء، أيضا هناك العديد من الفقرات، يعني نودعكم بهذه الفقرة ونشكرك مرة أخرى، ونشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم في برنامج علمتني كربلاء.